كله سعادة وفرحة يا رب. إن شاء الله. أحكي لنا العيد هذا في مصر أكيد، شنو كيفاش كان الجو وهكا معناها باختصار، شنو كيفاش كانت الأجواء هذه السنة؟ باختصار أنا كل عادة أنت عارفة يمكن اللي تابعوا في على سناب وعلى ستوريز تونسي طبعا عيدنا العائلة أمي وأخواتي ولاد أخواتي والكلنا فرحانين بالعيد، ما صدقوا نلقاو عيد باش نهايته، ما تعرفنا احنا التوينسة تاع جو يعني صح. وكها وصحابي معانا المصريين كلهم وعدينا عيد حلو يعني عائلة بامتياز يعني. الحمد لله يا ربي الحمد لله. بما أنه عم نحكي على العيد، حلقة خاصة جدا، شفنا لقطات تشويقية مع منى الشاذلي، معكم منى الشاذلي، وحلقة خاصة جدا، حابة نعرف التفاصيل. أنا التفاصيل اللبسة من وين جبتوها متاع الكليبيت متاع حتى الروب الصفراء الفستان الأصفر، مثل ما هو كل شيء مثل ما هو الحمد لله. أيوة الحمد ما شاء الله ما شاء الله. أولا أقولك حاجة، دابوغ البرنامج منى الشاذلي إعلامية كبيرة وكفاءة إعلامية كبيرة جدا وأنا نحبها برشا، وقعدنا نفكروا مع بعضنا وكله بصراحة هي اللي طلعت بالفكرة يا أخي. أنا وبعدها قلت لها أوكي، بعد على طول قلنا يلا باي باي اوكي هات يا لطيفه بقى طلع حوايجك. انا بقى الحمد لله عندي منيره اختي ربي يحميها ليا، ربي يفضلها منيره، يعني اهتمت بالحكايه هذه ان حوايجي الكل من اول فيديو كليب لو كان تشوف من اكثر من روحي بحبك ارجوك وعتغير كله وهيم وبتونس الخضراء كل الكليبات كل حوايجي الكل لأن أنا وقتها ما كنتش نستعين بستايلست نهى، أنا طول عمري ديما أكثر حاجة حويجي أنا نشريهم عندي. فقلنا يلا ليش لا، وطلعنا على الحويج. كيفاش اخترتوا يعني على أي أساس؟ مثلا شفت الفستان الأصفر متاع الفيلم تعرف تتكلم عربي مصري نعم والست يعني الثياب كيفاش لقيتوهم كيفاش اخترتوهم؟ أنا جبت لها بلوزير يعني أوتفيت بتاع أغنية تعرف تتكلم بلدي اللي هي أغنية المصري، واللي نحب نقول لكل مصري اليوم يحتفل بعيد ثورة 30 يونيو ونقول لهم رانا كلنا نحتفل معاكم، العالم العربي كله يحتفل أكيد. بمصر وبجيش مصر وبشعب مصر العظيم وهالبلد العظيمة اللي محتوية جنسيات من كل البلدان، فأنا هتغنوا أحس بها برشا، فاخترنا أن تكون أغنية المصري وأغنية بحب في غرامك اللي هي يا أبيض يا أسود، حبينا بحب حبك أنت بس قلنا لا ما نكسروا فتمام يعني الناس شافوا بحب غرامك. ولكن نقول لك حاجة، الحلقة اليوم باش تكون كلها مفاجآت غير اللي شفناها على السوشيال ميديا ولقطات راح يكون فيها غير اللي شفتوه باش تشوفوا. صراحة أنا كنت حاسة لينا معناتها في منتهى الراحة، وهي ما شاء الله عليها تعرف تحطك في إطار طبيعي جدا وتقعد تحكي معها بشكل تلقائي جدا، وأعتقد من أحلى الحلقات الإعلامية اللي أنا عملتها في حياتي حلقة اليوم وحلقة غدوة، هما حلقتين إن شاء الله. ما شاء الله نهارين ايه تستاهلي لطيفة أكيد مستنين أكيد مستنين. طيب أحكي لي توا شنو فما جديد، وين راح تقضي الصيف؟ نحب نعرف كل شيء، أنا تعرفيني هكا نحب التفاصيل. أنت بس عارفة حاجة، أنت هيست علي الفانز راهم كلهم قالوا لي لازم نهى تسألك على الألبوم. برشا أسئلة بعثوا لي المساجات، كمية المساجات اللي وصلت لي من لما نزلنا البوست على السوشيال ميديا ما نحكي لكش. أول حاجة قبل ما نوصله نحكي على الألبوم وعلى الجديد، شنو هالجيش اللي عندك هذا؟ ربي يحميهم ليا الفان، يعني بجد سند كبير، مش جيش يعني بجد، هما جيش حب وجيش محبة وجيش عطاء وجيش وفاء، يعني في فان منهم يا نهى متابعيني من أول أغنية غنيتها في حياتي، فبجد نحبهم برشا وربي فضلهم ليا، وبجد ما أحلاهم، قديشهم أوفياء، قديشهم مخلصين، قديشهم يحبوني، قديش يغيروا عليا ويدافعوا عليا. وتعرفني أنا ما عنديش أي سلاح كي حد يظلمني ولا حاجة، فقلت منه ربي يلا حسبي الله ونعم الوكيل، لكن عندي تكون يدافع عليا. طيب شو سر هالمحبة؟ أنا
أنا محظوظة بهم صراحة، محظوظة بهم جدا، ونتمنى من ربي سبحانه أنه ديما يكونوا راضيين وفرحانين بكل حاجة نقدمها. إن شاء الله أكيد فرحانين، خاطر الأسئلة اللي وصلتني كمية المساجات اللي وصلت لا 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 مش معقول، ما شاء الله الله يكثرهم يا ربي. احكي لنا، احكي لي على الألبوم الشهير اللي الناس الكل حابة تعرف تفاصيله. الألبوم من الأخر أنا توا جاية، شفتني أنت كلمتني قلت لك راني استنى أنا في الجراج نركن ونطلع، جاية من الاستوديو صح من عند الموزع الكبير اللي نفتخر به برشا، حبيبي وخويا فنان كبير تميم. عملنا مع بعضنا قبل برشا غنيات، أهمهم يمكن في الكام يوم اللي فاتوا. ألبوم متنوع، عاملة أغاني أنا فرحانة بها جدا جدا، أشكال مختلفة. اشتغلت فيها مع عدة فنانين كبار شباب وفنانين لهم خبرة وتاريخ، برشا برشا، قديش نسمي وقديش باش نقول. كم أغنية، كم أغنية لطيفة تقريبا؟ هذيك شنو اللي يلزم الفانز يساعدوني فيها، كم أغنية مانيش عارفة، يحبوا ميني ألبوم، يحبوا ألبوم كامل. أنا عندي 10 أغنيات أو 8 أغنيات، يقولوا لي توها من عندك أنت. أيوة نطلقوا التصويت، تحبوا ميني ألبوم ولا ألبوم طويل؟ أيوة نجم نقول لك أسماء اللي متعاملة معاهم. أي طبعا أكيد. نادر عبدالله في الشعراء، نادر عبدالله، وليد سعد طبعا فنان الكبير طبعا، أحمد رزق، مرزوق، ومحمد يحيى، ملك عادل، وتميم، عصام، كريم حكيم طبعا، وخالد فتوح، عصام شعبان، ومصطفى الشعيبي، عاملين مفاجآت حلوة برشا. قديش نقول لك وخايتي عاملة برشا. شو اللهجات شو اللهجات اللي راح يكونوا في الألبوم؟ كلهم مصري. كلهم مصري. وراح يكون في رومانسي او الايقاعي؟ شنو كيف راح يكون الاجواء ولا كل شيء؟ فيهم اغاني ايقاعيه، فيهم اغاني رومانسيه، فيهم اغاني نكد 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 يا ميمتي. انا طبعا اغنيه قلت له التميم يزي من حلش نسمع، خلاص حط بنروح. لا يعني بجد عامله اغنيات انا حبيتهم برشا، وقاعده نخدم على هالالبوم لي 3 سنين على هالاغنيات، ومع أجيال مختلفة، شباب جدد وناس برشا نجحت معاهم من قبل، وصورت لغاية الآن الحمد لله الحمد لله. إسماعيل، شريف إسماعيل طبعا معايا، عامل غناية حلوة برشا. صورت لغاية الآن 3 غنيات. وين صورناهم 3 غنيات؟ تفاصيلك عاد انت نهى توا. انا ما اسميش نهى ترابلسي، اسمي نهى تفاصيل. نهى تفاصيل عفوي. ايوه بالضبط بالضبط. احكي لي على الكليبات، على اي اساس؟ نعطيك سكوب يمكن حتى حد ما يعرفه توا. ايوه باه، فما اغنيه صورتها مع المخرج اللي ليا توا تقريبا قديش 15 سنة ما خدمناش مع بعضنا. الأجنبي ستيفان ليوناردو اللي عمل لي ما تروحش بعيد، الله، وتصور لي في الكام يوم اللي فاتوا، وأخرج لي خليوني خليوني في تونس. عاودنا صورنا في موناكو كوت دازور. أنا مش عارفة. يا عيني يا عيني يا عيني يا سلام. يا عيني. صورنا في مصر وصورنا في الكوت دازور. ومزيد كي رجعت انا من فرنسا كنا نصوروا. وصورنا هوني في مصر في اماكن لاول مره انا نمشي لها. في الجلاله. يعني بعد العين السخنه بشويه، حاجه تحفه، مع المخرج عمر دونجا، وده اول تعامل لي معاه. كيفاش كان التعاون، اول تعاون معاه؟ حاجة تحفة، بتتفاجئوا ب عمر دونجا، بجد مخرج رائع جدا جدا جدا. وفما زيدا مخرج آخر أنا فرحانة بالتعامل معاه بعد سنوات. يلا كل التفاصيل يا نهى، يلا كل التفاصيل. أيوة كل التفاصيل معاي أكيد. الغناية اللي هي بتهبط توا هالأيامات الجاية مع المخرج الكبير أخويا
الغالي اللي نعزيه في والده ونعزي نفسي زيادة الأستاذ جميل مغازي. صورت غناء مع جميل جميل مغازي. الله الله. فإن شاء الله بس تشوفوا الصيفية تكون برشا حلوة برشا. هذه أول أغنية رح تنزل، يعني أول فيديو كليب رح ينزل بقدرة الله. إن شاء الله. قدرة الله. إن شاء الله. طيب رح نشوف حاجة، يعني شو الجديد؟ رح نشوف ستايل الجديد ما شفناش، لأنه نحن تعودنا عليه كل كليب ينزل يكون يا إما ستايل مختلف تماما ما بيشبه لك. اللي عندك هالشجاعة إنك تغيري، يعني ما تخافيش من التغيير، إني تجيز في إنه لا يلا خليني. أنا نموت التغيير. اللي في بدايتي قلت حب أكادي وأنا مليت الحب العادي، أكيد واحدة مهبولة اللي تعمل هكا. واحدة دسعة تقول لك يا أبي الغنية من كتر ما هي جريئة منعت 3 سنين في التلفزة. سمعناها من شوي، سمعتها حتى على الهواء، من أحلى الأغاني. فالغنية اللي عملتها أنا وجميل جميل مغازي فيها مفاجأة مانيش نقول عليها توا، باش تتفاجئوا بها، مانيش نقول لكم عليها زلة. حتى لين تشوفوا الكليب. أكيد مستنين الكليب ورح نشوفه. قدرة ربي. به أنا توا مركزة شوي مع اللقطات اللي شفتهم البرنامج، كل شوي ترجع لي هكا حاجة. التمثيل هلا أنا حنشوفه كيف في الفيديو كليب، بش نشوفه حاجة أو فيديو من الفيديوهات الكليب فيهم تمثيل ولا لا؟ طبعا. طيب ما خليكش هذا تحني للتمثيل، إنه مثلا هل ممكن نشوفك تمثلي؟ ممكن جدا لما نلقى الموضوع اللي يعجبني. نهى أكيد أنا غرامي، نحب التمثيل برشا ونحب السينما برشا ونحب المسرح الغنائي برشا، والغناء والتمثيل يكملوا بعضهم يعني. أكيد للفنان الكامل. أكيد مظبوط. حلو. طيب شنو عندنا للسعودية؟ في حاجة هكا للسعودية قريبا؟ ما نعرفش أنا غناية. أنا السعودية في دمي وفي روحي، يعني نقول لهم إن شاء الله عيدكم مبارك المملكة ومبروك نجاح موسم الحج بامتياز. أنا عندي ناس من أهلي وأصحابي تفاجأوا بالتطورات اللي حصلت في موسم الحج هذه السنة. صح. عندي ميني ألبوم قدرة ربي نتكلم عليه في وقته. قاعدة نحضر فيه مع فنانين كبار برشا 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 في السعودية. ميني ألبوم سعودي بإذن الله. إن شاء الله. لا هذا شوفي أنا ما رح أسألك على التفاصيل هذا، لأنه أنا قريبا أنا شهر جاي رايحة أنقل أعيش في السعودية في الرياض. مبروك. شفتي أعطيتك. فرح تجيني في الاستوديو السعودية، الاستوديو الرياض بالصوت والصورة رح يكون. وعد الرياض غرامي أنا الرياض نموت عليها الرياض. أيوة فرح يكون لنا لقاء مفصل بالصوت والصورة وتنورينا في الاستوديو نحكي أكثر. بيت لكل عربي. أيوة وإن شاء الله قريبا يكون لي إقامة في المملكة إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد أكيد ضيفتي بيتي بيتك أكيد رح يكون. تجمعنا الرياض. يعيشك لطيفة. خلينا كلمة الختام ما على راحتك، أحكي الهوى هواكي لكل الناس اللي يحبوك وكل الناس اللي بيستمعوا لك. لما نحكيوا على أهل الرياض وأهل جدة، أمنية حياتي أني أنا ألف المملكة. مش بس نقول محافظة سيرة من تبوك للطايف لحايل للمنطقة الشرقية. قديش نتمنى نكون موجودة في أهلي غادي، ونكون موجودة في مهرجاناتهم وفي حفلاتهم واحتفالاتهم، لأني أنا نقابل أهلي السعوديين خارج المملكة برشا. نشوفهم في دبي، نشوفهم في أوروبا، توا كي كنت في الكوت دازور شفتهم. فنتمنى من ربي أني أنا يكون لي نصيب ونكون موجودة في أهلي في المملكة إن شاء الله. ونقول لهم كل عام وانتم حيين بخير، ونقول لكل الأمة العربية كل عام وإحنا حيين بخير وربي يديم علينا الأمن والأمان، ونقول لمصر كل عام ومصر غالية وحاضنة والأم الغالية اللي محتضنة كل الناس في عيد 30 يونيو، لأنه هذا التاريخ أنا بالنسبة لي شخصيا يعني لي الكثير، يعني زي ما تقول رد فينا الروح يعني.
ونتمنى انه البوم يجي ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله، واعمالي تعجبكم ديما، ونكون ديما عند حسن ظنكم. اكيد مستنين طبعا الالبوم لطيفه، وان شاء الله يا ربي بالتوفيق وبالنجاح، ولينا لقاء قريبا جدا بالصوت والصوره لايف فيس تو فيس ان شاء الله باذن الله. وسمي والحلقه اليوم مع منى الشاذلي وحلقه غدوه، وان شاء الله تفرحوا بيهم ويعجبوكم باذن الله. اكيد مستنينك لطيفه، شكرا ليك، يعيشك يا لطيفه، شكرا ليك، يعيشك كل عام وانتم حيين وانت بالف خير.